موجز والتاسعة. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. في المستهل استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين. وقد أكد السيد الرئيس على موقف الجزائر الداعم لحل الأزمة الليبية بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة وبناء مؤسسات الدولة ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. بدوره أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي التوافق الكامل مع السيد الرئيس حول مختلف الملفات، مثمنا جهود الجزائر المتواصلة بالتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس والقنصلية في سبها والخط الجوي الجزائر طرابلس، وكذا فتح معبري غات وغدامس. وحضر اللقاء وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايشة. كما أجرى وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة محادثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، وتمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك وكذا الأوضاع في المنطقة. في النشاط البرلماني صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء الحكومة، حيث صوت 318 نائبا بنعم مقابل 65 تصويتا بلا، من بين 380 نائبا حضروا الجلسة. من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن محاور مخطط عمل الحكومة ترسم معالم الجزائر الجديدة التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو المخطط الذي يعكس الإرادة السياسية الصادقة من أجل إقلاع تنموي ونهضوي حقيقي، مضيفا أن الجزائر قوية بمؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحريري الوطني. وفي رده على انشغالات النواب حول مخطط عمل الحكومة أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن استعادة ثقة المواطن هي أولوية الأولويات، مشددا أن الجزائر تبقى واقفة بأبنائها رغم الفساد وعمليات النهب الممنهجة. الوزير الأول وزير المالية أكد أن إصلاح المنظومة المالية وعصرنة الإدارة الجبائية يندرج ضمن أولويات برنامج الحكومة، مبرزا وضع آلية لمتابعة تجسيد كافة التزامات برنامج الحكومة على أن تقدم تقارير دورية تكريسا لمبدأ الشفافية. كما أبرز الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن مخطط عمل الحكومة يقوم على 5 محاور أساسية لتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي فعلي أساسه استرجاع ثقة الحكومة. عن الوضعية الوبائية في بلادنا وبالأرقام، تم تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 182 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا رشحت المناضلة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا رسميا لنيل جائزة سخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي. ميدانيا وحسب بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملية.
في الشأن الفلسطيني، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق على إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق مختلفة شمالي الضفة الغربية المحتلة. تزامن هذا واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى مع تضييقات فرضت في القدس. إلى ذلك دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإجراءات الأحادية الجانب من قوات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن المشهد الدولي والإقليمي بهدف تقويض حل الدولتين. في نيجيريا قتل 16 جنديا حكوميا أمس في كمين نصبه مسلحون شمال شرقي البلاد. الهجوم الذي يعد من أكبر العمليات التي تستهدف القوات النظامية النيجيرية نسبته السلطات إلى ما يعرف بتنظيم الدولة في إفريقيا الغربية. في تداعيات عقد الشراكة الأمني الأنجلو ساكسوني بمنطقة المحيط الهادي والهندي، وصفت باريس الحلف الجديد بالطعنة في الظهر بعد إلغاء أستراليا لصفقتها بيع غواصات تقليدية واستبدالها بأخرى نووية أمريكية بريطانية، معبرة عن خيبة أملها الكبيرة. واشنطن التي حاولت التهدئة مع باريس قالت أن فرنسا كانت على علم بمبادرة الشراكة أوكوس قبل توقيعها، بينما نددت بكين بتزويد أستراليا بغواصات ذات دفع نووية. في جديد كورونا عبر العالم، أعلنت الحكومة الصينية أنها لقحت على أراضيها بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كوفيد 19، أي ما يمثل 70% من سكانها. الإعلان هذا جاء في وقت تواجه فيه الصين انتشارا جديدا للمتحورة دلتا جنوب شرقي البلاد، حيث سجلت 200 إصابة في الأيام الستة الماضية، وفي الوقت الذي صادقت فيه الحكومة الإيطالية على مرسوم يلزم جميع العمال بإظهار ما يثبت تلقيهم للقاح. تتجه بريطانيا نحو تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية والاجتماعية لكبح انتشار الفيروس خلال موسم الشتاء القادم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. ألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.